طيب كويس، ها هتغدونا ايه النهارده؟ عاملين ملوخيه بالفته. سيبك من الملوخيه والفته، اهم حاجه الشوربه بتاعه الملوخيه ايه يا ماما؟ شوربه فراخ طبعا. فراخ فراخ فراخ. وانتوا يا جماعه ما سمعتوش عن اللحمه؟ هي اللحمه ايه اتشالت من القاموس بتاع البيت؟ انت كبرت على اللحمه يا عادل. ايه كبرت على اللحمه؟ كنت برضع لحمه ودلوقتي معاد في طام يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي ما تزعلش نفسك، سناء قصدها ان اكل اللحمه اللي في سنك ممكن يعمل له نسبه عليا للكوليسترول وتضخم في الامعاء مما يؤدي الى ثقب في الجيوب الانفيه الذي يؤدي بالتبعيه الى خرم في ميزانيه البيت والدخل القومي للاسره. بصي انت مش فاهمه خالص يا رانيا، انت فاكره ان الجيوب الانفيه هي اللي احنا بنحط فيها الفلوس؟ دي حاجه تانية خالص يا ماما. يا رانيا ما تصرحي بالحقيقه، يا ابي عادل مصروف البيت ما يكفيش ابدا ان احنا نجيب لحم. ده كيلو اللحمه ب60 جنيه. ايه ايه ب60 جنيه؟ ما انتوا الغلطانين، انتوا برضو ما بتروحوا للجزارين بتبقى عليكوا هتطلع على اللحمه الحمراء. يا بيبي ثبت علميا ان اللحمه البيضاء افضل بكتير من اللحمه الحمراء. اللحمه البيضاء ام خطين حمر، واضح ان بقالك ميول زملكاويه. برضه مفيش الا الفراخ. كل يوم فراخ فراخ فراخ. ده انا خلاص يا جماعه قربت ابيض، البت ياسمين قرب يطلع لها من قار يا عيني. طلع لك من قار، من قار قد كده كمان، برضه مفيش الا الفراخ. ها هتعمل ايه؟ بيبي عايز لحمه حمراء، اتفضل حضرتك روح اشتريها من عند الجزار. اشتريها، وشوفوا بقى انا هشتريها بكام. قال 60 جنيه قال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. اديني سندوتش شاورما لو سمحت. معلش مفيش غير شاورما فراخ. هي برضه الفراخ ورانا في البيت وانا كمان. ايه ده يا لميزو؟ هو مفيش شاورما لحمه ولا ايه؟ يا استاذ دول اللحمه غاليه، دلوقتي شغالين على الفراخ بس. ده احنا بقينا خلاص شغالين على الفراخ بس يا استاذ. يا ما لسه قايلها يالا. ومفيش همبرجر ولا ايه؟ الهربرجر بقى، هربرجر فراخ. هربرجر؟ انت بتبيعه من زمان على اساس انه هربرجر؟ طب واكيد طبعا بقى الكفته بقى كفته فراخ. واي حاجه بقت فراخ. ده حتى الهوت دوج بقى فراخ. وفي كمان الهوت دوج بقى فراخ. يا ده تجامل يا هتتجامل كده. طب ما انتوا لازم تتصرفوا، ما عملتوش حاجه ليه يعني؟ ما احنا نعمل ايه يعني يا استاذ؟ انا بقى هتصرف، ما دام انتوا مش عارفين تجيبوا حته لحمه كويسه انا هجيب ارخص حته لحمه موجوده في السوق. جزاره المعلم كتكوت، جزاره وكتكوت الاسم مش مريح. السلام عليكم، ازيك يا معلم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت سعر اللحمه كام؟ 60 قرش. 60 قرش؟ هي دي جمعيه تعاونيه؟ مؤاخذه احنا هنا جزاره محترمه. ايوه بس 60 قرش ده سعر كيلو اللحمه ايام ما كان الخروف بيلبس طربوش لسه. طربوش يا استاذ؟ انت شكلك كده ما اشتريتش لحمه من سنين. 60 قرش للجرام. الجرام؟ هي اللحمه دلوقتي بتتباع بالجرام يعني؟ طب وعلى كده بقى بالمصنعيه ولا من غير مصنعيه؟ لا ده حسب يعني، اذا كان 24 ولا 21 ولا 18. لا هو الخروف دلوقتي بيقدم شبكه ولا ايه؟ الشبكه ايه؟ هو ده يعني حسب سن الخروف او العجل، 24 شهر 12 شهر طب كده يعني. ونضيف عليهم بقى سعر التشفيه والتقطيع. ايه بس كده حضرتك يعني لو سعر الجرام 60 قرش يعني في 1000 جرام يعني 60 جنيه كيلو. لو سمحت يا معلم كيلو لحمه بتلو. ايدك على 60 جنيه. اتفضل. فيهم 200 جرام دهن اجباري اديله يا ابني. ايه حكايه الدهن الاجباري ده يعني؟ هنعرف ان اللحمه عاديه يعني، لكن اجباري هي امتحان يعني، هيمتحنها ولا هياكلها يعني؟ يا استاذ بص، سعر اللحمه ارتفع كل يوم في الطالع. ده على حسب بورصة زريبة نيويورك طبعا. الشاشة دي عليها أسعار اللحمة في كل زرايب العالم، في باريس وفي لندن وفي بكين. بكين؟ بكين اللي موجودة في الصين؟ اللي في الصين. بص على غفلة اهو اللحمة رخصت في الصين. طلع لعلمك تلاقيهم بيضربوا اللحمة. اصل اللحمة هناك رخيصة قوي. ممكن والله تلاقيهم بيجيبوا مثلا فرد الكاوتش ويضربوا عليها ختم يقول لك ميدن شبين مثلا. مش بعيد يعملوها، بس بيني وبينك ارخص لحمة تاكلها في اليابان. اليابان اشمعنى يعني؟ دي هناك ناس بتفهم في التكنولوجيا. ويعملوا ايه بالتكنولوجيا؟ هيزرعوا اللحمه يعني؟ مش بعيد اخويا، ممكن تنام بالليل تقوم الصبح تلاقيهم زرعينها. والله انت بتقول فيها، ممكن يعملوا اي حاجه جماعه اليابانيين دول. مش بعيد يجيبوا راس خروف مع راس كرومبا ويهجنوهم مع بعض ويطلعوا لنا لحمه مسلوقه. جدع انت قلبت دماغي وكلت مخي، انا راجل جزار ما بفهمش غير في اللحمه. خلص بقى واكمل اخر، ده حتى السعر مواسير العظم في الصومال رخصت. طب هما يعملوا ايه بالمواسير في الصومال؟ ده ما عندهمش ميه اصلا. يا راجل انت وجعت دماغي. الله، انا راجل ماليش دعوه، راجل جزار افهم في الجزاره وبس. بص اللحمه زادت في البدرشين كده، كيلو اللحمه يعمله 70 جنيه. ايه
70 جنيه. ممكن ارجع الكيلو خدته ب 60 جنيه واخد فرق السعر؟ معاك فاتوره؟ معايا وعليها ختم العجل. ماشي. خد يا ابني حط دي عندك. وادي 60 جنيه بتوعك. وعليهم كمان 10 جنيه من عندنا امسك. مبروك عليك. وانت بقى عمال ترغيلي من الصبح اهو سعر اللحمه زاد. لو كنت شريت لك كيلو كان زمانك عملت لك فرق 10 جنيه وانت واقف. 10 جنيه؟ بس لا مؤاخذه يعني هنخصم منهم جنيه قيمه تشفيه وتقطيع. ماشي. لو سمحت. انا عايز 740 جرام كندوز. ماشي عينيا الاثنين اديله يا ابني. تعال يا استاذ ادينا يا معلم 520 جرام لحمه من عينيا. اديله يا ابني واعمل حساب الدهن. روح له. اتفضل يا استاذ. طيب يا معلم ما دام الحكايه كده بقى يا ريت توزن لي 150 جرام وتوصى ويا ريت تلفهم لي لفه هديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت لكم مفاجأة. حذروا جبت معايا ايه؟ 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 محدش عارف؟ لا جبت لكم لحمة. بصوا استنوا مش أي حتة لحمة. ده أنا جايبها من بيت اللوح مش من البيت اللي جنبينا. أوعى. افتح بقى يا عادل. استنوا بس استنوا. استنى يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حمرا ازاي. بصوا حمرا ازاي يا عيني. بصوا شايفين. ايه رايكم؟ يونيك يا روحي. بصي يا رني شوف لنا حله بقى عشان ايه نعمل فيها اللحمه دي نحطها ونسلقها وكتروا الميه على قد ما تقدروا. يلا. لحمه ايه موكوس؟ لحمه ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ قومي هاتي له كنكه اسلقي له فيها تلقيمه اللحمه دي. بنتي هو انا كان عندي سؤال استراتيجي بحت. هو انا المفروض احط كام معلقه ملح على الكنكه اللي فيها الشوربه بتاعه فسفوسه اللحمه دي؟ حطي له معلقتين وخلي بالك من وش الشوربه. وبعد كده ماما قلبي الفنجان وشوفي له بخته في الفنجان بتاع الشوربه. انا رايي ابيع عشان اللحمة دي تكفينا ان احنا نشويها يكون احسن. بابا هو انا ممكن اصور جنب حتة اللحمة دي واوريها لاصحابي؟ يا عروبة انت عارف ايه؟ ونصور الصورة ونكبرها ونبروزها لها برواز فوشة ونحطها في المطبخ ازا ذكرى يعني. هزروا انا الكوميديا ملاحظ انها انتشرت في البيت كله الكوميديا يعني من ماما لياسمين كله بقى كوميديا. عمايلك يا موكوس من عمايلك. انا غلطان ان انا فكرت فيكوا وحبيت اديكوا شويه بروتين. انا غلطان. عموما يعني انا برفض ان الجزارين دول يستغلوني. معلش يا حبيبي خليهم يستغلوك المره دي والمره الجايه ارفض. ما انتوا مش غرمانين حاجه ولا حاسين بحاجه ولا عارفين اساسا انا بجيب الفلوس دي منين. وانا غلطان ان انا فكرت فيكوا اساسا. تعالي هتهربي كمان. تعالي انا غلطان اهو. ادي اللحمه اهي. ماشي بتاعك على الله. ماشي اللحمه الان. ماشي كل واحد يخلي باله من بروتينه بعد كده. يلا بروتينك. يلا انا هروح بقى اتصرف هسلقها في حته ثانيه. يعني احنا على كده بقى ما اشتريناش لحمه من 3 شهور. ما انا قلت لك يا استاذ دولا اللحمه غاليه. هو انا مش هشرب حاجه؟ امال يعني جايبكم ان هو اتمنظر بيكم؟ انا سعداوي. يا باشا ازيك يا سعادتي؟ يا باشا اشربوا ايه؟ سخن ولا بارد؟ انا عايز شاي. وانا بقى هشرب شاي عشان ميه الشاي بتبقى مغليه والميكروبات بتموت من السخنيه والسخنيه بقى بتموت الميكروبات. يا ابن الرعب اللي عندك من السخنيه والميكروبات دي كلها. هات لنا يا سيدي شاي سخن عشان الميكروبات. مين دول يا باشا؟ دول الميكروبات. بص يا باشا انا عندي انسون وعندي سحلب وعندي شاي وعندي قهوه. ده غير المشروب الجديد اللي ماشي نار نار نار. ايه المشروب اللي ماشي نار ده؟ ده كبريت ولا ايه؟ لا باشا مشروب شوربه اللحمه. ايه ده؟ انتوا بتقدموا هنا شوربه لحمه؟ يا باشا ما اللحمه غليت يا باشا والناس ما بقت بتتنشى عليها ما بقتش لاقياها فما بالك بقى شوربتها يا باشا. وبتعملوا بقى شوربه اللحمه يعني الطلب بكام؟ بالنين ونص. النين ونص؟ كويس قوي. يا باشا ده كمان الارديحي اللي ما فيهوش لحمه خالص لكن اللي فيه حته لحمه يا باشا ببعه جنيه. ببعه جنيه؟ برضه كيسه يعني دي فيها كام جرام؟ حته حلوه كده يا باشا. حته حلوه كده؟ حلوه كده كده اهو. ازاي يا ابني كده ليه؟ ده يا ابني كيلو اللحمه دلوقتي بقى ب 70 جنيه. يا باشا حضرتك تقصد الجزارين. لحمه الجزارين يا باشا غاليه وما تجازيش معانا. امال انتوا يعني بتجيبوا منين؟ احنا يا باشا العجل لما بيبقى قايم كده بتبقى لحمته رخيصه لكن المشكله يا باشا في الجزارين سفاحين يا باشا.
اخلص بتعملوا ايه يعني؟ بص يا باشا، واحد ابن حلال كده يسقط على الارياف يشتري عجل صغار حلو كده يرمي له 300 400 500 كيلو قد البهوات كده يا باشا ويذبحه ويبيعه بسعر التكلفه، اهو منه برضه يطلع له حسنه فيها يا باشا، ومنه ياكل لحمه رخيصه. والله فكرة. طيب روح هات لنا 3 شوربة باللحمة. عيني يا غالي، وعندك 3 شوربة باللحمة الأستاذ عادل وصلاحه. فهمته؟ لا لا، هو ده اللي هنعمله. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم على عمو، سلم على عمو ياض. لا مؤاخذة، أنا معلم كنا عايزين نذبح العجل ده. عينيا وماله، شكلك كده عايز تذبحه وتبيعه وكمان تبيعه بسعر التكلفة، صح؟ لا 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 مش صح يا معلم، ده انا عامله خدمه يعني حضرتك لاهل الله يعني. وماله يا سيدي، تحت امرك واحنا خدامين اهل الله كلنا. الحته دي ترميلها قد ايه؟ لا ترميلها ايه، دي مش هيترمي منها اي حته، دي انا اكلها كلها حتى الحبله ناكله كمان. لا ما انتش فاهمني، بلغه الجزارين نرميلها دي ترميلها يعني توزن لها. توزن لها؟ عايزها بالكيلو ولا بالجرام؟ في حاله الذبح يبقى بالكيلو. لا احنا اقول مثلا يوزن لها او ترميلها بتاع 100 كيلو. ماشي، 100 كيلو في 5 جنيه على كل كيلو للذبح. 5 جنيه كيلو الذبح، وانت هتذبحه كيلو كيلو يعني؟ ما هو بيتذبح مره واحده. ادي يا سيدي 500 جنيه وتقطيع وتوضيب 3 جنيه للكيلو. 3 جنيه يعني ادي كمان 300 جنيه وتربيط وشنكله 2 جنيه للكيلو. شنكله ب 2 جنيه الكيلو؟ ليه يا عم، هجيب له كرم جابر يشنكله يا عم، ده هو بيشكل لوحده طول ما انا ماشي عمال يقع مني يعني. كتير كده، ده كده ثمنه بقى اكتر يعني من العجل نفسه. ما هو يا استاذ مفيش فايده، مش هتقدر تذبح غير عندي، لو هو اتحاسب قرار رابطه الجزارين محدش يقدر يذبحه غير انا، واللي يذبحه اشتكيه في النقابه وامنعه عن مزاوله المهنه. الله الله الله، ده انت بقيت مفتري قوي يا معلم كتكوت يعني. طب وبعدين يعني العجل ده كده هو انت بتمسكني من ديل العجل اللي بتوجعه؟ عشان لمؤاخذه محدش يشتغل في كار الجزاره، وانا بحذرك ما تقربش من كار الجزارة وتعاند المعلم كتكوت. اللي افترى ده كله وكتكوت، امال لو ديك كنت عملت ايه؟ معلش معلش، مالكش نصيب تتذبح هنا، تعال معايا نشوف اي حد تاني يذبحك مش تبع الرابطة. انا اللي هذبح العجل بنفسي. الله، هو انت بتعرف تمسك السكين عشان تذبح؟ يا ماما انا ماسك سكينتين اهو، وبعدين ده اسهل حاجه، لعلمك انا احسن واحد في جمهوريه مصر العربيه بيمسك السكينه والشوكه. ماشي، ليك في الذبح احنا موافقين، حضرتك بقى ليك في السلخ؟ طبعا، لعلمك يا سناء انا كل كلامي سلخ يا ماما. ماشي، ليك في السلخ. بتفهم في التشفيه يا ابني؟ تشفيه؟ فاكره يا سناء لما انت كعبلت على السلم وانا قعدت بقى اتشفى فيك، دي تشفيه ولا مش تشفيه؟ بيبي انا من رايي ان انت تستخدم في ذبح العجل طريقه السكينه والمقص. ايه السكينه والمقص؟ مقص ايه، وانا افصل العجل على مزاجي؟ العجل متفصل جاهز، انا مجرد هذبحه بس يعني. طب ممكن اطلب منك طلب بليز انساني حيواني؟ ممكن من فضلك وانت بتعدم العجل تبقى تغمي عينيه عشان ما يشوفش نفسه وهو بيتعدم؟ ايه كميه الاعدام اللي انت بتقوليها دي؟ انا مش هعدمه، اعدام ايه ده، انت ناقص تقولي لي كمان اوقف له محامي يعني. بابا ممكن تصور العجل قبل ما تذبحه؟ صدقي دي بقى فكره كويسه، دي احسن فكره اتقالت في القعده الغريبه اللي انتوا قاعدين فيها دي. فعلا انا ممكن اصور العجل وانزل صورته في صفحه الوفيات واكتب مثلا تم بحمد الله ذبح المذكور اعلاه. بص بقى يا بي، انت بالطريقه دي هتفضحني قدام زمايلي. تقدر بقى تقول لي موقفي يكون ايه لما يعرفوا ان جوز اختي بيشتغل جزار؟ يا ماما انا مش شغال جزار، وبعدين لو جزار يعني حاجه مش عيب، انا راجل عندي مطاعم والحمد لله سلسله مطاعم اتفتح منها محل، بس ان شاء الله تبقى سلسله يعني. غير كده انا دي بعملها خدمه انسانيه للناس اللي ما يقدروش يشتروا اللحمه بالاسعار العاليه جدا. إلهي يجعل لك في كل خطوة عجل، بس خلي بالك العجل يرفصك. العجل يا ماما ما بيرفص، العجل اللي بيرفص هو الخروف لو بيرفص كده يعني. ماشي خلاص يا جماعة، أنا هتكل على الله، ما حدش عايز مني حاجة قبل ما أروح أتبع العجل. لا جاي لك يا عجل. كله في الدور يا زباين، كله في الدور، كله هياخد لحمة. عايز كام حضرتك؟ دي 2 كيلو لحمة معلم عادل. لا عدم المؤاخذة، من الأول كده كل واحد ليه كيلو واحد بس لحمة عشان لحمة تكفي. خلاص هات كيلو معلم. هات يا سيدي
كيلو لحمه، تختار انو حته حضرتك عندك الرسمه اهي. رقم 8. رقم 8 محجوزه، زمان الزبون بتاعها دلوقتي قاعد عمال بيتفرج عليها. اختار رقم تاني. طب رقم 1 يا معلم. رقم 1 اختيار حلو قوي، رقم 1 من الكتف القداماني، يعني قاعد وانت بتاكلها بتتفرج على راس العجل. ماشي يا سيدي، رقم 1 اتفضل. اللي بعده رقم 1 بالكتف القداماني. يلا ميزو. انا يا معلم انا عايز كيلو من الحته رقم 7. حته من رقم 7، يا سلام، انت محظوظ يا استاذ، الف مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك يا سيدي، كان في سحبه على الحته رقم 7 دي، وفزت معانا ب 5 جرام كوارع هديه. هتقول نبيع نبيع، تقول ما نبيعش ما نبيعش. ربنا يخليك يا معلم عادل. ماشي، الف مبروك يا سيدي، الف مبروك. حاسس يا معلم دول ان العجل ده كان عجوز شويه. عجوز ليه؟ شفت يعني مركب طقم اسنان، ولا شفت ديله شعره لونه ابيض يعني؟ على رايك، ولا يكون شعر دول لونه ابيض يعني؟ يا دي انت مالكش راي. مهم، ولا ميزو عملنا معلمة. ها، عملت ايه في الكليه بتاعت العجل؟ سويتها وحطيتها في سندوتش. سويتها وحط، يخرب بيت عقلك، انا قد مش قايل لك الكليه دي تحطها في ثلج عشان في زبون عنده عجل عايزين ننقل له كلى؟ استاذ عادل، مش المفروض كنا خدنا راي العجل الاول؟ ما انا خدت راي العجل، والعجل هز ديله وعمل كده. وناوي تعمل ايه بقى معلمة في دم العجل اللي احنا سحبناها منه قبل ما ينذبح؟ يا زي ما قلت لكم قبل كده، العجل ده كله منافع، عشان كده الدم بتاعه طلع فصيله نادره. وطلع ايه يا معلم دوله؟ طلع فليت او مشفي ايه دي، يعني انجكشن. ايه يا معلم، انا مش حذرتك قبل كده ما تضربليش سعر اللحمه؟ وانا ضربت لك سعر اللحمه في ايه؟ عدم المؤاخذه، انا ببيع طبقا لاسعار زريبه بيتنا مش زريبه نيويورك. ماشي ماشي يا معلم، بس اذا كنت طمعان لك في 2 3 كيلو لحمه من عينيا، لحمتك كل شهر ببلاش ومن عندي، بس ما تعملش كده تاني. وانا مش موافق يا معلم، انا ما بحبش الاستغلال بتاع الجزارين، واتكل على الله، وطريقك يا معلم اخضر مفروش برسيم. تعال يا ميزو، تعال يا هيما، خش خش خش، تعال حط الحاجه دي هنا. نحطها هنا يا استاذ دولا؟ ايوه حطها هنا. ولا ايه رايك نحطها هنا؟ ايوه حطها هنا، حطها هنا. يلا، عايزين حاجه؟ اتكلوا على الله. حضرتك انت اللي مش عايز حاجه تانية؟ لا متشكرين يا سيدي، اطلعوا على المحل بقى دلوقتي. طب مش عايز اي حاجه تانية يا استاذ دولا؟ دي حاجه تانية غير الحاجه الاولانيه اللي هو قالها. ما انا قلت لكم اطلعوا على المحل. يلا، ها عرفتوا هتروحوا على فين؟ لا خلاص، روحوا وانا هحصلك. اتكلوا على الله. ايه يا عادل؟ ايه يا حبيبي؟ ايه اللحمه دي كلها؟ امال ايه يا ماما؟ ده انا بقيت اطلع مكسب فلوس كتير كمان غير اللحمه اللي احنا بناكلها ببلاش. يا بيبي حرام عليك بقى، انا زهقت وجات لي تخمه، كل يوم لحمه كل يوم لحمه، اف بقى. الحمد لله ان في كل يوم لحمه، في ناس مش لاقيين حته لحمه قد كده، ده انا هريكوا لحمه، شفتوا اللحمه قد ايه؟ لا 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 لا، كده كتير كتير قوي يا ابي، احنا لازم بقى نغير وناكل فراخ عشان احنا زهقنا خلاص. ناكل فراخ؟ ماشي موافق، ناكل فراخ محشيه لحمه. بطل بطر بقى. بطر ليه يا ماما؟ الحمد لله اللحمه كتير، اهم حاجه بقى تاخد اللحمه دي تسلقها لنا في أذان كبير، ولا اقول لك بلاش اذان، في خزان بتاع الميه بتاع العماره عشان الناس يفتحوا الحنفيه يشربوا شوربه على طول. انا عارفاك يا عادل، عارفاك وقرياك، مفيش شغلانه تدخلها وربنا يفتح عليك الا ما تقفلها على صباعك. اتفضل سعادتك يا باشا، اتفضل. اهو يا باشا، هو ده اللي عامل لي فيها بيزار وبيذبح بره السلخانه. ليه كده يا معلم؟ ليه كده يا عم؟ انا ما ذبحتش بره السلخانه ولا حاجه، دي يعني حضرتك عاملها خدمه للناس. قول يا معلم، معاك تصريح ذبح؟ لا حضرتك، انا ما ذبحتش. ذبح ايه؟ ما ذبحتش، واللحمه والقرمه يا معلم. حضرتك لا، ادوا المنظر بس، اصل حضرتك انا كنت بتفرج على فيلم بوحه، عجبني الفيلم فقلت اقلد يعني محمد سعد. ذبح ذبح يا عم، سمعوا المحل وصدروا فيلم بوحه. حضرتك ليه كده؟ طب يعني حضرتك ما تصدروا المحل وشمعوا فيلم بوحه؟ انا حضرتك صدروا محمد سعد وشمعوا هنيدي. حضرتك مش عايز نفس خروف. حضرتك انا ما عملتش حاجه، ولا ميزو ولا هيما. هنزله كده. لا هتخرج من هنا كده بس، تطلع بره. جزارة وكتكوت، الاسم مش مريح يعني، مش مريح الاسم مش مريح.